مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نشرة الظهر للأخبار وهذه عناوينها. تونس والجزائر ومصر تمضي إعلان تونس للتسوية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا بمشاركة الأطراف الليبية كافة. نقابة التعليم الثانوي تشرع من اليوم في سلسلة اعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتعلن إضرابا حضوريا بعد غد الأربعاء. استعدادات عسكرية مكثفة لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، ووزير الدفاع الأمريكي ينفي سعي بلاده للاستيلاء على نفط العراق. تم صباح اليوم إمضاء إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، ومن مرتكزات الاتفاق مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا بإسناد من دول الحوار الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، فضلا عن التمسك بوحدة ليبيا ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية. تم بقصر قرطاج إمضاء إعلان تونس الوزاري لحل الأزمة الليبية بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر. إعلان يأتي تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، ويتضمن العديد من النقاط منها مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة. التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه. ثلاثة، رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم. وخلال ندوة صحفية لوزراء الخارجية الثلاث، أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أن مستقبل ليبيا يهم الليبيين قبل كل شيء، وأن دور الدول الثلاث هو تسهيل الحوار بين الليبيين. مستقبل ليبيا يهم الليبيين قبل كل شيء، ولاحظتم في البيان أن هذه الرؤية واضحة. نحن مع حوار ليبي بعيد عن أي ضغط أو أي تدخل. نحن مهمتنا الآن نسهل الحوار ما بين الأشقاء في ليبيا. نحن معنيين كجيران باستقرار وسلامة هذا البلد الشقيق. وزير خارجية مصر سامح شكري من جهته أكد على وحدة الرؤية بين تونس والجزائر ومصر، وعزمها على العمل لمساعدة ليبيا للتوصل إلى حل ليبي. بلد لليبيون، وهي المقدرات الليبية، ولابد من الحرص على تحقيق ما يصبو إليه الأشقاء من رؤية فيما يتعلق بمستقبلهم، ونحن جميعا نعمل في دعم هذا المسار، ونتطلع بأن تسفر الحوارات التي تمت حتى الآن، وربما آخرها الحوارات التي تمت بين القيادة الليبية في القاهرة. إمضاء إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا جاء إثر انتهاء اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا موفد الأخبار مراد الأبيض. مراد، هل من معطيات إضافية عما جاء في التقرير الذي كنا نتابعه؟ أهم يمكن ما نضيفه لما ورد في التقرير هو أنه تأكيد كل من وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر على أنه الحوار
بخصوص الأزمة في ليبيا هو حوار ليبي، كذلك أن الحوار سيتم أو المشاورات التي ستتم لاحقا ستجمع كل الليبيين على اختلاف توجهاتهم ما عدا من يصنفون بالجهات أو الجماعات المتشددة، وسيكون الحوار طبعا برعاية أممية، رعاية الأمم المتحدة، مع تأكيد وحرص الوزراء الخارجية الثلاثة على أنه دون تدخل في الشأن الداخلي الليبي. فقط وزراء الخارجية تونس والجزائر ومصر حريصون على أن يكون الحوار مع الفرقاء الليبيين ومرافقتهم، لأنه ما يهم الليبيين يهم كذلك دول الجوار أو دول الطوق. هذا الحوار سيتم في قادم الأيام، مشاورات مع الأطراف الليبية سيكون على الأقل في بداية على الحداء بين الأطراف الأخرى، الأطراف الليبية على اختلافها، وكذلك هناك أنه إقرار بأن هناك شخصيات جدلية وكذلك وازنة في ليبيا سيتم الحوار معها بشكل فردي، ولكن على أمل، وهذا ما يسبو إليه الجميع، أن يتم جمعهم على طاولة واحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وهذا سيتم في قادم الأيام في خلال قمة ثلاثية ستجمع كل من رئيس الجمهورية التونسي وكذلك رئيس الجمهورية الجزائر ورئيس الجمهورية المصرية في قمة بالجزائر. مراد، فقط فيما يتعلق بهذه القمة الثلاثية تونس الجزائر مصر والتي كما قلت ستعقد في الجزائر، هل توفرت لك معلومات عن توقيت عقدها وربما المواضيع التي ستطرح فيها، وهل ستشهد مشاركة كل الأطراف الليبية؟ إلى حد هذه اللحظة ومن خلال المؤتمر الصحفي لم يتم تحديد سقف زمني معين لعقد تلك القمة، ولكن حسب ما فهمناه من وزراء الخارجية الثلاثة أنه هذا مرتهن بنتائج المشاورات والتسريع في المشاورات مع الأطراف الليبية. حين يتوفر ممهدات ومنطلقات تلك القمة ستعقد في الأجال المفترض أن تكون فيها. نعم، موفد الأخبار إلى قصر قرطاج مراد الأبيض، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. في الشأن التربوي، الدخول في سلسلة اعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بداية من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة، والدخول في إضراب حضوري كامل يوم الأربعاء 22 من فيفري الجاري بالنسبة إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وأساتذة التربية البدنية في المدارس الابتدائية والمعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز النهوض. هذا ما أكده كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي خلال ندوة صحفية. اليعقوبي أكد ضرورة البحث عن بدائل حقيقية للمدرسة تليق بالمدرسة وبوزارة التربية على حد تعبيره. قرارات النضالية لم تكن جلها مش جديدة، احنا منذ 30 نوفمبر ونحن نتحرك في هذا الاتجاه. طلبنا رئاسة الحكومة بأن تجد بدائل من أجل يعني تهدئة الوضع التربوي، هذه البدائل نريدها في أسرع وقت إن شاء الله. وتحركاتنا النضالية بدأت اليوم بالاعتصامات في الإدارات الجهوية وستتواصل إلى نهاية الأسبوع، يتخللها إضراب يوم 22 يعني يوم الأربعاء القادم، وسندعو المدرسين إلى تجمع آخر جديد بالحجم الذي يمكن أن تصل من خلاله الصورة واضحة في أن القرار هو قرار المدرسين وإجماع كبير من المدرسين على ضرورة إيجاد هذه البدائل. ثم سندعو الهيئة الإدارية للانعقاد من جديد لجملة أخرى من التحركات. في جابس وفي وقفة احتجاجية، طالب الأهالي بوضع حد لتدهور الوضع البيئي في الولاية، مؤكدين ضرورة وقف عملية سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر. عاد ملف الفوسفوجيبس ليطرح بقوة بجابس. وقفة احتجاجية سلمية نظمتها مكونات من المجتمع المدني أمام مقر الولاية، طالبوا خلالها بإنهاء سكب الفوسفوجيبس بالبحر. المشاركون في هذه الوقفة أكدوا أنهم من حق أهل الجهة العيش في بيئة سليمة، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف. المطلوب اليوم التزام كتابي من والي الجهة مفادة نهار 17 جوان 2017 يتم وقف سكب الفوسفوجيبس في البحر. كل تعرف وضعية جابس اليوم كارثية، أنا مطلب واحد اللي هو وقف
ضخ الفوسفوجيبس للبحر. طالبين حقنا، حقنا في العيش الكريم، حقنا في بيئه سليمه، حقنا معناها ككل تونسي، كل تونسي معناها حر يطالب بحقوقه، يطالب كيف ما عنده واجبات عنده حقوق. لهنا حقنا كوبسية، ابسط حقوقنا ان نتنفس معناها هواء نظيف، ابسط حقوقنا ان نعيش معناها بصحه سليمه. وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو على أهم زيارة قامت بها للجهة أبرزت أهمية دور المجتمع المدني في معالجة ملف الفوسفوجيبس. فكرة توقيف سكب الفوسفوجيبس في البحر في ولاية جيبس، هذا زاد مشروع فيه أولوية. دراسة الجدوى تعطيه معناتها تكلفة كبيرة برشا، قريب من 700 مليار أخرين من الاستثمار. وبالطبيعة من المهم أنه نهارة اللي يصير الاستثمار هذا اللي هو البنية التحتية اللي باش تسمح لنا باش نوقفوا من سكب الفوسفوجيبس وننقلوه ونكدسوه، يلزم تكون بالتواصل مع المجتمع المدني الكل. في جابس يبقى الملف البيئي في مقدمة الملفات الحارقة بالجهة، ملف يعتبره البعض حاسما في النهوض بمسيرة التنمية بهذه الولاية. عربيا ودوليا، أيدت محكمة النقض المصرية اليوم حكما بإعدام 11 متهما في قضية مذبحة ملعب بورسعيد. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في جوان 15/2000 بإعدام 11 متهما والسجن المؤبد لعشرة آخرين في اتهامهم بالقضية التي قتل فيها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي في غرة فيفري 12/2000. شرع وزير الدفاع الأمريكي صباح اليوم في زيارة مفاجئة إلى العراق لإجراء مناقشات بشأن سبل هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وتتزامن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مع انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل. بعد أقل من يوم واحد من انطلاق معركة استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس بشكل مفاجئ. كما يتزامن وصول ماتيس الذي يعد أرفع مسؤول أمريكي من إدارة ترامب مع إعطاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارة البدء للقوات العراقية المدعومة بقوات محلية وقوات التحالف الدولي لاستعادة الجزء الغربي لمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أجنبية، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن وجود قوات بلاده في العراق ليس بهدف الاستيلاء على النفط حسب قوله، لينأى بذلك بنفسه عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية والتي تعهد فيها بما سماه تعويض الولايات المتحدة عن ثمن غزوها للعراق عام 2003 والبقاء فيها لضمان السيطرة على النفط وعدم استيلاء التنظيمات الإرهابية عليها. ويأمل ماتيس الذي يقوم بأول زيارة له للعراق كوزير للدفاع أن يحصل على تقييم مباشر لجهود الحرب فيما تشن القوات العراقية المدعومة من بلاده هجوما جديدا لطرد تنظيم داعش الإرهابي من المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرته في الموصل. لكن من المرجح أن يواجه الوزير الأمريكي أسئلة بشأن تصريحات ترامب وأفعاله بما يشمل الحظر المؤقت على السفر للولايات المتحدة وقوله إن أمريكا كان عليها أن تسيطر على نفط العراق بعد أن أطاحت بصدام حسين في 2003. في الأثناء لقي أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم وتم تدمير 8 مواقع للتنظيم في ضربات جوية بالموصل، كما قتلت قوات الشرطة الاتحادية 6 عناصر من التنظيم ذاته ودمرت جرافتين مفخختين خلال تقدمها لتحرير مناطق جنوب المدينة. كما اشتبكت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة مع مسلحي التنظيم لإخلاء الطريق إلى مطار الموصل في اليوم الثاني من هجوم بري على المعقل المتبقي للمتشددين في الجزء الغربي من المدينة. وتقود قوات من الشرطة الاتحادية ووحدات خاصة تعرف باسم قوات التدخل السريع الهجوم صوب المطار الواقع على الحد الجنوبي للموصل في الوقت الذي تخطط فيه القوات العراقية لتحويل المطار إلى قاعدة دعم للهجوم على الجزء الغربي من الموصل المطوق بقوات مدعومة من الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من الهجوم التي اختتمت الشهر الماضي بعد 100 يوم من القتال.
تعيش دمشق ومحيطها منذ أيام على وقع اقتتال وافتكاك مواقع بين القوات السورية وحلفائها وفصائل المعارضة المسلحة، وبينما تسببت غارات روسية على أحياء بمدينة دوما في مقتل امرأة وطفلة، قالت المعارضة إنها فرضت سيطرتها على تجمعات سكنية بأحد أهم أحياء مدينة درعا. وضمن حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، أكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن الجيش السوري أوقع نحو 40 قتيلا في صفوف التنظيم على صعيد متصل وسويعات قبل انطلاق المشاورات التمهيدية اليوم بين وفد الأمم المتحدة والوفود المشاركة في مفاوضات جنيف للسلام في سوريا. حذر مستشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا للشؤون السياسية فيتالي نعوكين، حذر من خطر تمزق سوريا إلى مناطق نفوذ شبيهة بالدويلات في حال لم تقع تسوية الخلاف بين الأشقاء السوريين في أقرب الآجال. في تركيا بدأت محاكمة 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من جويلية الماضي. المشتبه بهم يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في اتهامات تشمل الاغتيال والإطاحة بالنظام الدستوري. وسط تخوفات أوروبية من توجهات السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة، يحضر نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس اجتماعات بشأن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اليوم. وكانت لبنز لقاءات بمنسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر. ويحرص بنز خلال هذه اللقاءات على طمأنة الشركاء التاريخيين للولايات المتحدة بشأن الالتزام الأمريكي تجاه حلف شمال الأطلسي والالتزام ترامب باتفاقية الدفاع المؤسسة للحلف. في أخبار الرياضة، تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 72 بعد 100 عالمياً، تأهلت إلى الدور 16 من دورة دبي الإماراتية المفتوحة عقب فوزها على الروسية أناستازيا بافلينشكوفا المصنفة 23 عالمياً في الدور الأول للجدول الثاني أو الجدول النهائي بمجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 7-6 و2-6 و6-4. وستباري جابر في الدور الثاني غدا الثلاثاء مع الصينية كيانغ وانغ المصنفة 78 عالميا. وفي كرة القدم الأوروبية، وصل فاينورد روتردام ابتعاده في صدارة ترتيب الدرجة الأولى الهولندية، واحتفظ أياكس أمستردام بموقعه ثانيا، فيما حقق بنفيكا فوزا ثمينا خارج ميدانه على سبورتينغ براغا في افتتاح الجولة 22 من الدرجة الأولى البرتغالية. من خلال فوز هو التاسع على التوالي وتحت أنظار المدرب القدير لويس فان خالا، يتابع فاينورد روتردام تألقه في صدارة ترتيب الدرجة الأولى الهولندية رافع رصيده إلى 60 نقطة إثر انتصار ثمين من خارج القواعد بهدف دون مقابل على حساب مضيفه إيدو دانهاخ في ختام الجولة 23 التي وصل فيها فريق المدينة الهادئة لاهاي نزيف النقاط في المركز الأخير ب 17 نقطة من 16 هزيمة إلى حد الآن، فيما حقق فاينورد الانتصار 19. وبالجير ريدون شتيديون انتزع أياكس أمستردام 3 نقاط مهمة من أمام مضيفه فيتيس أرنهايم ليحتفظ بحظوظ وافرة في المناورة والمراهنة على لقب إثر الفوز بهدف دون رد حمل توقيع لاعبه دافي كلاسين منذ دقيقة 26، هدف رفع رصيد نادي العاصمة إلى 55 نقطة ليصير على بعد 5 نقاط فقط من فاينورد المتصدر. وإلى الدرجة الأولى البرتغالية في جولتها 22، حيث استعاد بنفيكا موقعه في الصدارة إثر تغلبه بهدف دون مقابل على مضيفه سبورتينغ براغا مبتعدا بفارق نقطة وحيدة عن بورتو الفائز في مستهل الجولة برباعية نظيفة على ضيفه تونديلا. وانتظر بنفيكا حتى دقيقة 80 ليحرز الهدف عبر نجمه اليوناني كوستاس ميدروغلو ليرفع رصيده إلى 54 نقطة. في
أخبارنا الثقافية. وفي ختام مسابقة مسارات للتصوير الفوتوغرافي التي تنظمها تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية، تم تأثيث معرض للصور بهدف إبراز المخزون الأثري للجهة. جمعت فيروز بين حبها لتصوير الشمس وحبها لصفاقس لدى مشاركتها في مسابقة التصوير الشمسي، ولعلها لحظة ساحرة مرت بعدستها ذات مسار من مسارات التظاهرة في موقع بولاريوس الأثري لتخرج للعين صورة حازت بإعجاب لجنة التحكيم. واقفة في شطر درجة نجمة مومون تيح في الماء فوالا افيك اون تريبي هو اللي باش تركز عليه التصويره، خاطر البوز هذيك تتطلب مينيموم اون سكوند. خذينا الجانب الفني والجانب التقني وكيفاش يظهر معنا الفكره معنا المجعوله من المسابقه هذه يظهر معنا التراث نتاع صفاقس. تظاهرة بدأ أنها أصابت هدفها الرئيسي في التعريف بمخزون صفاقس من المواقع الأثرية، دعم هذا المعرض من الصور الذي ميز اختتام المسابقة. انفضنا شوية الغبار على هالمخزون هذا الكبير جدا حتى نهتم به وحتى تتم عملية تثمين ثم الترويج له. العباد عرفت صفاقس شنية، عرفت تراثها شنية، الحمد لله نشوف أنه الشباب عرف بلاده. ممكن برشا عباد ما كانش تعرف يونغا، ما كانش تعرف بطرية، ما كانش تعرف الحنشة، ما كانش تعرف يونغا براريس وكل، لكن توا يعرفوهم. هذه حاجة مهمة برشا. من الحاجات الأولين اللي ربحتهم هما أني عرفت برشا ناس، برشا ناس باهين برشا في صفاقس، وبرشا ناس مزيانين برشا، وبرشا بلايس مزيانين برشا في صفاقس، وعرفت صفاقس بعين أخرى، فهمتي ما كنتش نشوفها كما كنت نشوفها قبل. ومن المنتظر أن يصدر كتيب يوثق أفضل المساهمات في مسابقة التصوير الفوتوغرافي مسارات صفاقس، تشجيعا لمن شارك وتأسيسا لخارطة ثقافية سياحية تحتوي مسارات صفاقس. من متفرقات الأخبار وتحت عنوان ثورة الدراجات، تم في لندن تنظيم معرض حول تاريخ الدراجات الهوائية التي تنتشر بكثرة في شوارع المدينة، وقد تم التركيز على أشكالها المختلفة، كما سلط المعرض الضوء على تأثير المواد والتكنولوجيا الجديدة في صناعة الدراجات الهوائية وصولا إلى التصاميم المختلفة والمعدات والإكسسوارات ذات العلاقة. بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. تونس والجزائر ومصر تمضي إعلان تونس للتسوية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا بمشاركة الأطراف الليبية كافة. نقابة التعليم الثانوي تشرع من اليوم في سلسلة اعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتعلن إضراباً حضورياً بعد غد الأربعاء. استعدادات عسكرية مكثفة لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، ووزير الدفاع الأمريكي ينفي سعي بلاده للاستيلاء على نفط العراق. أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.